بعد خلني اكمل. عبد الله بانعم اخواني يقول لي 19 سنه يقول ما اقدر احك وجهي، ما اقدر احك وجهي. وبعض الشباب يسوي على سريه. عبد الله بانعم يقول 19 سنه ما اقدر احك وجهي. عبد الله بانعم يقول يا شباب ما اقدر انقلب على جنبي الايمن، ما اقدر انقلب على جنبي الايسر. عبد الله بانعم يقول اتمنى اتصفح القران، انتقل من سوره لسوره من صفحه لصفحه، ما اقدر. اتمنى اني احط جبهتي في الارض، ابغى اسجد مع الناس، ما اقدر. عبد الله بانعم يقول اتمنى اني جيت مناسبه يوم عيد ولا راح مدرسه ولا جاي مدرسه، ابغى اتحط حضن امي، اخذ حنان من امي، ما اقدر. انا ما يتحرك الا راسي اخوان. اول شيء اخوان ابغى اشوف سبب عبد الله بانعم ليش مشلول، ثم اكمل قصص الباقي. عبد الله بانعم طبعا برضو اخوان هو مولود عند شيل الاطفال، حادث سياره. عبد الله بانعم ابوه حصر له مو بقطعه حشيش ولا بكت ولا قال له ابوه افا يا ولدي عبد الله هذه تلبيتي لك تدخن من وراي. قال ابوي من يقول انا ما ادخن ابوي. قال ابوه يا ربي يا ربي اذا كان عبد الله ولدي يدخن وكاذب علي اللهم اكسر رقبته، اللهم اكسر رقبته. صار عبد الله يدخن وكاذب على ابوه فكسر الله رقبته. انت كم مره كذبت على والديك؟ كم كذبت عليه من مره؟ ترى مو بكل مره تسلم الجره يا حبيبي. اجل انت من نفسك. عرفنا عبد الله بانعم من 19 سنه ما اقدر يحك وجهه، ما يقدر ينقل على جنبه الايمن ولا جنبه الايسر، عرفناه؟ ويعتمد على غيره، ما يقدر يعتمد على نفسه، صح؟ واكيد تاثرت لما شفت صوره عبد الله بانعم، لما سمعت اتكلم الان عن عبد الله بانعم. طيب وش رايك اعطيك واحد اسوء حال من عبد الله بانعم؟ حتى عبد الله بانعم بنفسه قال لا 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 ما ظنيت، ما في احد اسوء مني حال، انا ما يتحرك الا راسي واحتاج غيري. كيف في احد اسوء مني حال؟ قال يا عبد الله في واحد اسوء منك حال. قال يا عبد الله هذا نفس طريقتك ما يتحرك فيه الا راسه، راسه بس اللي يتحرك مثلك يا عبد الله، لكن يزيد عليك حاجتين. فوق انه ما يتحرك الا راسه يزيد عليك حاجتين. اسمع اللي تسوي العاده السريه، اسمع تعزف عود، تفرط حشيش، تاخذ الشيشه، طول على اغاني، تقلب قنوات. اسمع اسمع. قال يا عبد الله نفس طريقتك ما يتحرك الا راسه بس يزيد عليك في حاجتين. اسمع اللي تغتاب وتسب وتلعن، تغني اشاعات لسانك، اسمع او تسمع اغاني كلام فاحش ما تنام. والله تطوع معليش انا ما اقدر انام، لازم احط السماعات، لازم اسمع اغاني، ما قدرت اتطوع، ما قدرت، ما تصورت نفسي انام بدون اغاني. يا عبد الله يزيد عليك حاجتين. يا عبد الله فوق انه ما يتحرك الى راسه يزيد عليك شيئين، انه ما يسمع ولا يتكلم. فوق انه اخوانه ما يتحرك الى راسه ما يسمع يا اخوان ولا يتكلم يا شباب. قال عبد الله طبعا انا صارت لي مواقف كثيره واتمنى اشياء كثيره، هل هذا صار له موقف من المواقف المحرجه مثلا؟ قال عبد الله الا مواقف موقف بس، لكن راح نذكر لك موقف واحد، موقف واحد بس. وش الموقف يا شباب؟ يقول يوم من الايام ادخلوا عليها اهله، دخلوا عليه اهله في غرفة نومه، فتحوا عليه الباب اخوان، لقوه يبكي وفي بقعة دم، يبكي يا اخواني وبقعة دم. وش قصة الدم ذا يا اخوان؟ ليش يبكي ذا؟ ليش يبكي؟ وش قصة الدم؟ ولاحظوا يا اخوان ان اثنين من اصابعه، اثنين من اصابعه مقطع يا اخوان، هل طاح على شيء من السقف؟ شيء حاد مقطع اصابعه؟ لا والله يا اخوان، ايش مقطع اصابعه؟ جت فاره يا اخوان تاكل اصابعه، جت فاره يا اخوان تاكل اصابعه،
ما قدر يقاوم الفاره، ما قدر يبعد يده يضرب الفاره، شلول ما يتحرك لراسه، ما قدر ينادي امه، ينادي ابوه، واحد اخوانه، واحد اخواته، ما يتكلم، والفاره قاعد تاكل من اصابعه اقوى ويبكي، ما يقدر يسوي شيء اخو، ما قدر يبعد يده ولا يضرب الفاره ولا يقدر ينادي هله. سمعت انك نعمه حبيبي، شفت انك نعمه اخوك، وقاعد تبارز الله بيدك، قاعد تبارز الله بيدك.